فوضى هديني فوضى وهلأ بدي أحكي حكاية. احزري شو البطل اللي مع البطل بتصور فيديو كليب كتير كتير حلوة يا عمي انا احلى منها طبعا يعني اي طبعا اي بس هو البطل بشل ولي على قلبي يبعت لحمة شلون خليه ابوات البيس قصير كيفك المولى ولي على حظي انا على هالقب اللي عندي تولي على قلبي ليكي ليكي شو بيحبوها ايش بعرف بني حبوها مرحبا بابا مرحبا اختي اسكت اسكت دقيقة تعالي اشوف قولي عليك شو حلوة ايه حلوة ايوة طب يعني معقولة بابا ما يخلينا نتفرج عليها ان شاء الله لا يمكن عليك بس يروح نتفرج طيب قولي قولي على طولي شو حلو يا عمي شو حلو ايوه ايوه عمي ايوه ابي زمي على فكره هاي كلها مكياج هاي
يعني مو كلها مكياج لا لا كلها مكياج لا مو كلها مكياج كلها مكياج اللي لا مين اللي لا 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 عيونك شو عملوا فيك؟ أمي والله هو أحلى منا. أنا بس مو أحلى مني أنا. آمين يا رب. آمين. لك شو هاد؟ لك شو بتمرة؟ لك شو بتساوي أنت وياه؟ لك يا طعامكم؟ لك شو بتساوي لك؟ لك عشان تفرجوا على فسق؟ على فجر؟ ما في شيء معي؟ قومي 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 وقفي وقفي على حيلك قومي يا ابن عمرك يا حمضة انت الثاني كمان قوم لا كنت مجموعة انت وياه يقطع عمركم عم تتفرجوا على فسق على فجر شو هالمرضى هدك شو هالمرضى يقطع عمرك انت الثاني كمان قومي انقلع من وشي يقطع عمركم شايف محاضراته وين يا عبد الشوم عليك يا عبد الشوم انا راح اودي له اياهم بهيك لقبي عنا يقطع عمركم انت شو صاير لنا؟ هي بدك تضل؟ عقطنا الاولاد عقطتهم؟ لك والله جننتوني لك والله جننتوني لك هاي اغاني بتنسمع هاي ولا اغاني بتنشاف هاي لك شو هالحكي هذا لك يا ما بصير هيك يا ام طلال ما بصير لك انت لازم كمان تساعديني بتربيتهم ما بصير هذا حكي انا مربيتهم وعين الله عليهم بس انت راح تعقدهم ما هم دخلت بايهم مقدمين ما عم يفسخوا لو عم يعقدك انت اكثر من هيك ما اقم الغنيه يا زلمه شو بقى شو بقى؟ ما بدك تغني تسمع انت عم شو عمرك ما بعد تسمع ما بتصير قصص شو عمرك ما ترقص ما بدك تتحضر شو عمرين عمرين ما بتتحضر لا كوني شو قلت لك؟ ما بدك تتزهر روحي يلا روحي روحي على الشيون وناموا يلا روحي يعني انت ما بدك تتزهر؟ لا ما بدي اتزهر شو عمرينا؟ عندي شغل انا ناقص منا ربي لا يديل لك احلى عمرك حتى البيت ما بتعرف تركبه ولا بتعرف بتلاقي لك شو هذا؟ لك يا الله لك شو هذا؟ لك هاي نسوان هاي نسوان دخيل الله أنا أوه 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 Thank you.
لك شو هاد يا الله راح يوقف قلبي. لك أين سوهان شو جابك طلع؟ هذا بابا؟ هذا شو هذا؟ هذا لعمك لعمي؟ اختي عمي جاب لنا لابتوب. واخيرا صار لي 3 سنين عم بطلب منك لابتوب واخيرا عم يجيك اياه. انت شو بابا؟ جابوا عمك استعرته منه. ميرسي بابا لك. قال له لعمه ميرسي كثير كثير. لا تفتحي اللابتوب، نفتحه جوا بالغرفه. ايه ماشي. يعني هذا إلنا بابا إلنا اكيد. ايه شو عم تتفرج؟ لا انا ما عجبتك مع اللابتوب. انا هيك بابا وراي. روح سلي على عمتك. روح، انا كنت عم اتفرج على برنامج صحة. روح بابا. روح. ليش بابا كان عم يتفرج؟ لا عم يتفرج على برنامج صحة مثل ما قال لك. يعني عمو بعث لنا هذا اللابتوب مشان بابا يتفرج على برنامج صحة؟ لك انت جد ما؟ هذا اللابتوب لأبوكي؟ لا جد ما! طيب ما حقول جد ما! هذا اللابتوب لأبوكي؟ ماما هذا البابا وأنا خليه يجيب لك واحد لدعنا. طيب بس دقيقة ماما، بس دقيقة. لا إلي لك ولا إله. هذا لأبوكم خليه يجيب كل واحد تاني. ليش لأبي؟ يعني عشو كان عم يتفرج؟ كان عم يتفرج على برنامج صحة. صحيح، عشان كنا بنتفرج على هاي البرامج المفيدة تبع الصحة. انا بتفرج. لك هاتي بتفيدني مشان الجامعة إلي. بعد وين؟ أنا بتفيدني هاي البرامج تبع الصحة لك. يا هيك الصحة يا بلا. عليك كيف صرتي حبيبتي؟ كيف صرتي؟ الحمد لله، بس كأنه في حرارة شوي. فرجيني. اي والله حرارتك كتير مرتفعة، لك ان شاء الله انا ولا انتي. عيد الشر عن قلبك خانتي. قومي اشربي كاسة الزولات سويت لك اياها. ما بدي. لك ليش ما بدك؟ بتريحك كتير. يلا قومي دوبريني. كرمالي قومي يلا. ما بدي. كرمالي عم قلك. يلا ما قلي خاطر عندك انا. خالتي الله يخليكي، قولي لاختي لازم هيك تبرر الغيابه بكره. لك يا اختي شو بدك بهالقصه؟ هلا انا بقلها لاختي. يلا اشربي هالكاسه. امي سخنه كثير. تلقت ايدي. تكيه لتبرد شوي. لا هلا تشربيها بس تبرد. الله يخليكي بدي نام. ايه لازم تنامي وتتركي حالك، بس ما لازم نايمك بحضني؟ لا. ايه تعي لقلك تعي. بس في ايدي تشربيها. قومي تقبريني قومي. لك صح انا مرت ابوكي، بس والله العظيم بحسك كانك بنتي. غنيلي؟ شو غنيلي؟ ما بعرف شو. ليكي ها؟ انا على فكره صوتي كثير حلو. كلهم كانوا يقولوا لي هيك. بس ما اجتني الفرصة اني غني، وتجوزني ابوكي وما بقى خلاني حقق حلمي.
يلا تنام يلا تنام لا تذبح لا طير الحال. الله عليك يا خالتي، شو عليك يا افنان؟ تيلي صوتك حلو؟ ايه ليش مو حلو؟ بلا بجنة نكملي. يلا تنام يلا تنام لا تذبح لا طير الحال. روح يا حمام لا تفكر حتى انا فشلت معنا. الله يسامحك يا أبي، يعني أنا وأختي خلقنا بنفس الدقيقة، يعني ليش هي اسمها حلوة أنا اسمي على اسم ستي؟ لازم أنا أدفع ثمن التقاليد والعادات، هي أكل علي الدهر وشرب لشبيع. طب أنا ما بدي أوصل لهي المرحلة عن غار من أختي، شو أعمل؟ كل رفقاتي بيهتوني وبيتمسخروا علي وعلى اسمي. الله يسامحك يا أمي ويرحمك يا رب. ما بتعرفي توقفي بوشه وتقولي له لا تسميها هيك للبنات؟ ناتاشا ونظمية، يعني شو جاب لجاب؟ لا وشو؟ الأنسة شو بتقلي؟ يا نظمية مسحي السبورة. لازم تقول نظمية، لازم. الله يسامحك يا أبي. نظمية، لك يا نظمية وينك؟ لك ليش ما عم بتردي؟ يا خالتي معك أنا. ليش عم تبكي؟ ما عم ببكي. كيف صارت أختي ناتاشا؟ ماشي حالها، غطيتها ونامي. لك صحي لا تنسي بكرة تبرري لها غيابها. أي حاضر امبارح. نظمية شبك حبيبتي، والله مالك على بعضه. ما بني شي. لك انت بكياني والله مبين عليكي، شبك شو صاير؟ ايه فيني شي. شو فيكي؟ اسمي خالتي. يا علينا على هالسيرة، ما بقى نخلص منها؟ لا ما رح نخلص منها، شو رأيك؟ طيب ليش يا حبيبتي؟ انت من وقت اللي خلقتي وانت اسمك نظمية، فهذا الاسم صار إليك، لازم بقى تخلصي من هالقصة. ايه وانا ما بدي اياه يكون إلي هذا الاسم. لك كيف ما بدك اياه يكون الك اذا كل العالم حفظتك بهذا الاسم؟ طيب يعني يا خالتي، يعني بالمنطق يعني شوفي انت العالم كيف بتنادي لاختي ناتاشا كانه عم تغني غنيه، ووقت ينادولي كانه عم يغنوا نشاز. يا حبيبتي انت لانه بتكرهي اسمك هيك بتحسي، بس لا انت اسمك حلو. لا مو لاني بكرهه، كل العالم بتكرهه وصاروا يكرهوني معه كمان. طيب شو بدنا نساوي؟ يعني نروح على المطلوب ونغير لك اسمك بالهوية؟ وحتى غيرناها كل العالم حفظتك باسم نظمية. أنا ما عاد فيني أتحمل هالوضع. وين ما رحت العالم تتمسخر علي؟ لك انا يعني متمنيه اني فوت على شي محل هيك وعندي ثقه بحالي وباسمي. نظميه شو؟ انا عندي فكره بخليك يكون اسمك ناتاشا ليوم كامل. فكره شو؟ ها هلا اختك ناتاشا وينها؟ مو كانت بالغرفة؟ نايمة ومريضة، بكرة معنا رايحة على المدرسة. بما انه اختك ناتاشا جوا مريضة وانتي اسمك نظمية، فانتي نظمية رح تروحي على المدرسة بكرة على اساس انك ناتاشا، لانه ناتاشا هي مريضة. دقيقة، يعني شلون ناتاشا هي مريضة وبدها تروح على المدرسة وانا اتسطح محلها يعني خالتي؟ لك يا غبية، ناتاشا مو مريضة؟ أي. فبكرة في مدرسة، ناتاشا بكرة مو رايحة على المدرسة، فبتروحي انت بكرة على المدرسة على اساس انك ناتاشا.
أنا؟ إيه، وكل العالم بكرة شو رح ينادوا لك؟ يا ناتاشا ويا ناتاشا، هيك على أساس أنت شو اسمك؟ ناتاشا. برافو عليك، فهمتي أخيراً حبيبتي. أو بركي كشفوني؟ لك يا حبيبتي كيف رح يكشفوكي؟ ما أنت أخت التوأم الحقيقي، بعدين مو بس هيك، أنت بكرة بتلبسي ثيابة وبوطة وبتاخذي كتبة وبتتصرفي على إنك ناتاشا. عن جد عم تحكي. إيه لك كان مشان تعرفي أنا قديش بحبك، لك أنا ما قلي غيرك أنت وأختك، ما بدي أشوف دموعك ما؟ لك الله يخلي لنا ياكي، لك أنت بتعرفي أنا قديش مبسوطة؟ وأخيراً رح أحقق حلمي ورح تصير ناتاشا ليوم كامل، ما عم صدق لك، ما عم صدق! الله يخلي لنا ياكي يا رب، الله يخلي لنا ياكي. اكتوب لي قلبي إلهي، بس ليكي شو؟ لا تنسي بكرة تبرري للنظمية. ايه خالتي رح برر لها النظمية لانه هي مريضة وما رح تقدر تروح المدرسة، عرفتي شلون؟ فانا رح قلها المديرة انه النظمية مريضة. وانتي بكره شو اسمك؟ ناتاشا. يلا عسري روحي على النوم عشان بكره تفيقي بكير واسمك ناتاشا. ايه يلا يلا هلا بروح. انتي بخير. واخيرا رح اشلح ثوب نظمية، رح صير ناتاشا لمدة يوم كامل. لك صحي شو صار مع نظمية؟ هي صار لها ساعتين راجعة من المدرسة وحابسة حالها بغرفتها، ما قالت لي شو صار معها. نظمية! يا نظمية! نعم خالتي. لك شو بك حبيبتي من وقت ما رجعتي وانت حابسة حالك بالغرفة ما حكيتي لي شو صار معي؟ ما صار معي شيء. لك كيف ما صار شيء؟ أكيد هيك صار معك كثير أحداث مشوقة وحلوة. ايه كتير كتير مشوقة وحلوة ولي على قامة حظي انا. ايه ليش هيك عم تحكي شو صار معي؟ كشفت كل القصة. كشفت القصة؟ ايه. لك كيف؟ انا حكيت له. لك انتي مجنونة ولا غبية ولا جذبة؟ كيف تحكي لهم هيك شيء؟ لا ماني لا مجنونة ولا غبية ولا جذبة. لك انا شو؟ اجت الانسة قالت لي وين الوظايف؟ ايه. انا مبارح من فرحتي ما كتبت الوظايف. اجت قالت لي يا ناتاشا ليش مو كاتبة وظايفك؟ لا يا أنسة والله ما لحقت وكنت مريضة، عم بهدلتني بهدلة قياما وقعودا قدام رفقاتي. عم أنا ما نهانة علي طلع أختي ناتاشا كسلاني قدام رفقاتها، حكيت لهم القصة. بس برافو عليك يا وزنية، رح سمعك هلا غنية وتذكريني فيها دائما طول عمرك ماشي؟ فوضى هالدنيا فوضى وهلأ بدي اطلع حكاية هالمسرح صاير موضة للرايح واللي جاير
شفت كيف انك ما بتتربى؟ اخ يا ويلي 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 كم مره قلت لك لا تدوب بالحدا لا تعمل لي مشاكل لا تعيط على حدا اذا حدا حكاك طنشه ومشي كم مره بدي اقول لك يا روحي انا ماشي بحال سبيلي قاعد هذاك واحد اخوت جاء وطحش علي طحشه مثل البغل قمت انا كسرت عليه كسر لي المرايه نزلت قلت له ولد قال لي ولد شيب انا قلت له ولد قال لي ولد شيب هجمت عليه ضربته وضربني يجي لي بعدين الشرطي خذونا على المخفر فلقوني فلق بالفلقات عقلي حمى عليك يعني ضربوك كثير حبيبي شو ضربوني اقول لك فلقوني فلق بالفلق قال مش علي ربونا ايوه ان شاء الله تكونوا تربيتوا قولي بالنسبه للتربايه ترب ولد وين قاعد تحكي طالع نازل الشارع الغروي ها ترمي حالك حاضر يا اخ يا جري يا اخ 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 يعني رايح شوي هيك حطهم بمي بارده واجي يمك عندك شاي؟ ايه في شاي قهوه؟ اه قهوه؟ ايه في قهوه اريدك قهوه بعد المي البارده ها؟ قهوه ولا شاي؟ قهوه شاي برام السخن اي شيء بس هيك ينسيني يا ويلي شلون طحش هذيك الطحشة طرش بالغابة سويت لك الشاي طيب الله يسلم اليدين بصحة وهنا الله شاياتك طراف بصحة وهنا عدنان اه وايش تسوينا غدا اليوم طيب بيض شو بدي ساوي لك اللي قاعد فك الصيصان عني من اكل بيض ايش طيب بطاطا بطاطا يلا مجدد اوكي انا رايح حوص شوي بالسياره واجي ها لازم بدك تروح لا قاعد بدي اروح لك رايق وتصفى فيك يعني بدك تطلع بالسياره هي بالسياره ما بدي اروح لك ماشي الله يرضى عليك يا ابو عدنان لا بدك تدوب الحد ولا بدك تدعس حدا ولا بدك تتخانق مع حدا بعيد عن الشر وغني له الله يرضى عليك مو ناقصني مشاكل انا يا خلاص خلاص يا قاعده ور 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 وزن فوق راسي خلاص فهمت بعد ما ادعس ولا اشحط ولا دوبل ولا اتخانق اصلا رجليك عم يوجعوك ما رح تقدر لا تذكريني جري هذاك اليوم ينذكر ما ينعاد انا رايح بدك شيء لا روح خافرك الله معك معي شاياتك صراحه صحه وهنا يا روح ادعي لي الله يكون معك ويكمل لك عقلك يا رب قاعد اسمعك انت شو قلتي عم قول الله معك حبيبي طبعا طبعا مدام أكيد أكيد ولو الغرفة مكيفة هذا مشفى 5 نجوم طبعاً في تلفزيون وفي مكيف في تلفزيون وفي سرير احتياطي كمان لا ولا يهمك ولا يهمك مدام ما رح تكوني غير كتير مبسوطة ومرتاحة عنا عفوا وين طاحش وين طاحش بعدك أنا بعد يا سلامة وين طاحش ياسر اريد الاسعاف بسرعه الله يوفقك الاسعاف وين خير شو بالولد لو في جنبه شاب بنطع طول السهره عملت شغل عملك يا روحي على مهلك وين الاسعاف وين نادي للاسعاف نادي للاسعاف بسرعه راح يموت السلامه اعطيني سلفه بالاول لحتى خليك تفوت سلفه هاي مصاري
شو هاد؟ 1500 ليرة؟ هذا مشفى محترم، مشفى خصوصي محترم. لك اتركي لما خصوصي ومن عمومي قاعد السلم يموت. إذا بتريد لتعيط هذا مشفى كتير محترم، أعطيني 50,000، هذا شرط المشفى. أعطيتي 50,000؟ أعطيتي عيوني؟ أنا والله بالغلط، والله هو زبط حاله قدام السيارة، هو ضرب حاله قدام السيارة، دعسته بالغلط، دعسته بالغلط، إن شاء الله لا تسامحني، خليني أخذ الإسعاف، أختي، أنا بعدين أديك السلفة، بعدين أجيب لك سلفة، قوم أبوي. ما أنا إلا، اسمع، أنت قاعد بس وقاعد عم بتعيط تمام، روح جيب لي السلفة بالأول بعدين تعال عندي. مرحبا. أهلين، أهلا وسهلا، شرفتونا. في حجز باسم المدام ريتا. إيه طبعاً طبعاً. أهلين مدام. أهلين. مشان عملية التجميل. إيه طبعاً، تفضلي تفضلي لجوا. أعطينا السلفة لو سمحتي مدام. أبوي أستاذ. شو بدك أعمل شو؟ مسحة كثير ضوء. عينية. عينية. شكراً. ولو ولو تفضلوا أهلا وسهلا شرفتونا. والله يسلمك، أحلى وحدة بالحياة. ليش هالعيال؟ ليش هالعيال؟ اهلين دكتور، اهلين دكتور، بس بدي اسعف الولد لجوا هذا الشارع. ما بصير، ما بصير تعيط لك يا امي، بدك تسعفه بسعفه بس ما بصير تعيط. هون مشفى، مشفى، بتعرف شو يعني مشفى؟ يعني في مرضى جوا، انسانيا ما بصير تعيط لك ابني، ما بصير، لا يجوز، يعني تصور ابنك المريض بتعيط، بده راحه، بده المرضى راحه، ما بصير تعيط لك يا ابني، انت انسان يا حبيبي. يا عزيزي روح، يا عزيزي تقول انسان. الزلمه بالغلط دعسته. تحملوني الذنب. انت اللي دعسته؟ وانت اسعفته؟ وانا اسعفته. برافو عليك، هيك لازم يكون بني ادم. انت تقول، انت قلتها، تقول بني ادم، هذا بس اسعفه بسرعه، قاعد يصفي دمه مشان رضا. يلا يلا هلا بنسعف، هلا بنسعف. شو المشكله يا سميره؟ ليش ما عم تسعفوا؟ يا دكتور، فوق ما له داعس الولد وما معه مصاري يدفع سلفه كمان. ما معه مصاري؟ نعم. لك حيوان ولا؟ ما معك مصاري بدك تسعفه على مشفى خصوصي 5 نجوم ولا؟ قاعد لي حيوان؟ طبعاً أسعفه؟ أنت قلتها، أنت ما تشتمني، ما تشتمني لما تقول عني حيوان. حيوان قاعد أحل من البني آدم بأيامنا هذه، حيوان أحل من البني آدم، حيوان بيروحوا بيروحوا وإنسانية أكثر من الحيوان وأكثر من البني آدم. عيب عليكم، لك عيب، قاعد شبنت الوردة، إنسان يحمل ذنبه. الله يوفقك، قاعد دمه يصفي. اسعف، اسعفوه حب على عيدك. خلاص روي روي شوي، خلاص ناديله خليه يسعفوه، ناديله. دكتور دفع بس 1500. خلاص هلا خليني اسعفوه، اسعفوه، دقي له على الاسعاف خليني اقول لكم. مثل ما بدك دكتور. بسرعه شوي، بسرعه شوي. بس بعثوا لي الممرضين، في عنا حاله اسعاف ضروريه. بسرعه دكتور. سكري التليفون لا بأس. ما عاد لك تسعفه؟ خلاص قطعك توفى. لا 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 لا، هاي شغلتنا نحن اطباء ونعرف نحن اللي توفى ما توفى. ارجيني شو؟ رامي؟ 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 ابني؟ رامي؟ 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 لك هذا ابن الوحيد، لك ده الاسعاف، لك رامي، رامي، رامي. لك شو صار الموردين؟ يلا بسرعة. هذا هذا ابن؟ هذا ابن مات. الله يرحمه، الله يرحمه، يا ريت ابنك هذا الله يرحمه نفسه بالصلاة، خلي قلبك تحن.
على كل اولاد الناس اللي قاعده تروح هيك بالرخص. انا قتلته لانك بس بدون قصد. انا ما كنت قاصد. لا اما انت كنت قاصد تقتله. امثالك قتلوا، قتلت ابنك، قتلت كل اولادك. اطلع اسلام ريان، اسلم. الله يرحمه او يرحم البشريه كلها. الله يرحمه. ولك اخ، لك ولك اخ على هذا الزمن. اخ 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 على اولاد الحرام، اخ على الناس اللي تقتل بروس، اخ على حالي. ولكش اخ يا بلد، ولكش اخ يا بلد. عنا كل هموم الناس يلي كانوا يقولوا يا ريت، بدنا نوصل هالإحساس من أصغر لأكبر بيت. بدنا نوصل رسالة شو اللي غير هالحالي، وبدي تكونوا معاي، أنا بدي فيها جنان جن وغني وعل الصوت، عم نحكي عفلاً وفلان، بدنا نحكي بأعلى صوت. وينك